جميعا، ثم رفع ما فضل عنهم من الكسر 12 خفة مملوءة، والصبح لإلهنا دائما أبديا أمين. في الحقيقة يا أحبائي، الجزء اللي قرناه على حضراتكم دلوقتي، الكنيسة حطته في صلاة الساعة 9. اللي بيقرأ أجبية يعرف الحتة دي. في صلاة الساعة 9 وضعت الكنيسة الملهمة بالروح القدس هذا الجزء. ليه؟ لان الساعة 9 هي الساعة اللي مات فيها المسيح على الصليب، زي ما بنقول له يا من ذاق الموت بالجسد وقت الساعة 9. المسيح غير المائت قبل الموت لاجلنا لكي ما يعطينا الحياة. في هذه الساعة اللي هي الساعة 9، هذه الساعة حصل استبدال بيننا وبين الله. هو اخذ اللي لينا وادانا اللي ليه، خد الموت بتاعنا وادانا الحياة بتاعته. الكنيسة حطت هذا الانجيل علشان نقدر ندخل في عمق ربنا، وهذا الانجيل انا بحط له عنوان، العنوان اسمه خلوة مع الرب. لا يمكن ان تنال الحياة الا اذا كانت ليك خلوة مع الرب. سبب ضعفنا الروحي هو عدم الخلوة. يمكن تكون بتقرأ الانجيل، يمكن تكون بتصلي بالمزامير، يمكن تكون بتحضر القداسات، يمكن تكون بتعترف وتتناول، ولكن تبص في حياتك تلاقي حياتك زي ما هي، ما فيهاش اي نوع من التغيير ولا من التقدم، والسبب يرجع الى انك ليس لك خلوة مع الرب. لازم تكون لك خلوة بالرب. الخلوة دي حطتها صلاة الساعة 9 في هذا الانجيل. واحد يقول يا ابونا ايه يعني كلمة خلوة وازاي ادخل للخلوة؟ اقول لك اقرا هذا الانجيل تلاقي الانجيل بيشاور لك على الخلوة، وتطلع من الخلوة بحاجة حلوة وتتمتع بيها وتشبع بيها. الخلوة بكل بساطة بتدور على وقت فاضي تدخل فيه، تقتطع وقت من وقتك، لان الشيطان عارف ان كل ما انت مشغول مش هتفتكر في ربنا. ليه؟ لان بيجي في حلة المية ويشغل ايده. لما تبص في حلة المية، المية بتتهز، مش هتشوف صورتك على حقيقتها. طب انت تشوف صورتك على حقيقتها لما المية تهدى وتركع، تبص تشوف شكلك بالضبط، الوسخة اللي هنا تشوفها، التعويرة اللي هنا تشوفها. يبقى لازم الهدوء. الشيطان مش عايز يسمح لك بوقت هدوء، لانك لو هديت لنفسك سترجع الى الله. ان هديت لنفسك سترجع الى مين؟ سترجع الى الله. وبعدين الشيطان عارف هذا الزرار فبيحاول يشغله باستمرار. يعني داود زنى وقتل. بعد ما زنى وقتل الشيطان ما ادالوش فرصة فضى. شغل 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 شغل. ربنا لقى ان داود خلاص انشغل، مفيش فضى ولا هدوء، فاضطر بقى ربنا يبعت له فرملة. وكانت الفرملة بتاعته نسان النبي لما جه وقال له انا جاي احكي لك بقضية، ولو كان قال له انا جاي اوبخك على خطاياك كان قال له تعالى لي بعدين انا مش فاضي دلوقتي، لكن ده جاي يحكي له قضية واحد وهو انشغل بالقضية
لكن اتاري القضية كانت قضيته هو، وحكم على نفسه وقال له انت يا ملك. وهنا داود النبي هدن نفسه وبدأ يقول ربنا ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. يبقى اذا لازم تدور على وقت خلوة، تفتح باب اوضتك تدخل في اوضتك في اي حتة، وقت فراغ، وقت راحة، وبعد كده تبتدي تقعد خلوتك مع الرب. الخلوة تبدأ اولا برجوع. اول خطوة في الخلوة ايه؟ رجوع. ولما رجع الرسل اخبروه بجميع ما فعلوا. اول نقطة في حياتك ان ترجع الى الله وتخبره بما فعلت. انا مكسوف منك يا رب، هقول لك ايه اللي فعلته. كل اللي فعلته ما فيش حاجة تسر قلبك ولا في حاجة تفرحك. كل اللي فعلته يا رب كان متركز على ذاتي وعلى حياتي وعلى شبع ذاتي وعلى شهوات قلبي. ده كل اللي انا كنت بفكر فيه. لما رجع الرسل اخبروه بما فعلوا. يبقى اذا رجوع واعتراف. بداية الخلوة اعتراف بالرب. بداية الخلوة انك ترجع لربنا وتخبره. فين انت من الانجيل؟ فين انت من الوصية؟ فين انت من صورة الله اللي في حياتك؟ انت فين؟ ده السؤال اللي بيوجهه لك ربنا في بداية الخلوة. ليه انت مش عايز ترجع؟ عايز تفضل ضال على طول؟ ولما رجع الرسل رجعوا له اخبروه بما فعلوا. خبر ربنا بسلبياتك وبايجابياتك، حتى الايجابيات. التلاميذ لما رجعوا خبروه بالايجابيات، قالوا له يا رب حتى الشياطين بتخضع لنا. وقف قدام سلبياتك واعتذر له عليها، وقف قدام ايجابياتك واشكره عليها. قل اشكرك انك ساعدتني ان انا اقدر اقضي فترة معاك. اشكرك انك ساعدتني في الخدمة اللي اقدمها لك الفلانية. اشكرك يا رب. ارجع لربنا وخبره. في جلستك مع الله وفي رجوعك مع الله هتبتدي تعرف ان الله بكل حياته بيكشف ليك وبينور جواك ويكشف لك كل ضعفاتك اللي هو عايز يكملها بعمل روحه. مش هتوصلك لليأس، بالعكس انت ما انتش احسن من بولس اللي لما رجع لربنا قال انا عارف ومتيقن انه لا يوجد فيا شيء صالح بالمرة. انا عارف ومتيقن انه لا يوجد فيا شيء صالح بالمرة. واجه قدرات نفسك، ما تخافش، واجهها تجاه الله. ارجع لله وما تحاولش تبرر نفسك قدام الله وتقول غصب عني. قول له لا، انا وحش، انا معوج، انا مخطئ يا رب، انا غلطان. ادخل في خلوة مع ربنا، اقعد على حيلك في الاوضة، تفرد رجليك، خليك هادي كده، حس قدامك، كلمه. ولما رجع الرسل اخبروه بما فعلوا. يا ترى هتخبره تقول له ايه؟ ايه اللي انت فعلته؟ ايه اللي فعلته في السنين اللي فاتت من حياتك؟ ايه اللي فعلته؟ انا خايف تكون كل اللي فعلته كان لذاتك، مش هيفيدك. امور الدنيا مش هتفيدك. يا اذاكر، اتعلم، اتوظف، اخد شهادات، اشتغل، اكد، اكون رأس مال، ابني بيوت، ابني عمارات، تخرج روحي من جسدي. صار كل هذا كذبة.
يعني ايه كذبة يا ابونا؟ قال لك لان الكذب يعني معناها حاجة ملهاش اساس، صح ولا لا؟ ايه هو الكذب؟ قصة ملهاش اساس. لما نيجي نقول الكذبة هي ايه؟ قصة ملهاش اساس. علشان كده الناس بتهتم بامور الدنيا اللي ملهاش اساس، وما بتهتمش بامور حياتها الاخروية اللي لها اساس. اول ما تطلع من الجسد ربنا يروح حاطط لك قدامك الامور اللي انت رحت فيها الكنيسة، والامور اللي كنت بتصلي بيها، والامور اللي كنت بتفكر في وصية، تلاقيها شغلات بسيطة، يقول لك ده اساسك. يا خبر، ده اساس البسيط واللي تعبت فيه وبذلت فيه العمر كله ده راح. عشان كده داود النبي لما قعد يبص على الناس اللي بيهتموا ويشقوا ويتعبوا ويتحرموا من عواطف من اجل الدنيا الثانية البطلة وحياتهم الابدية ما يشغلش نفسه، اتحير من الناس وقال انا قلت في شدة حيرتي ان كل الناس كذابون. كلمة كذابون مش يعني معناها بيكذبوا، لا، كذابون يعني بيمشوا ورا الباطل، لان باطل الاباطيل الكل باطل. انا قلت في شدة حيرتي كذاب، انا كذاب كبير، لو طلع لي قراطين طين، قراطين بس في اسوان، من حق مراسي هسافر وهتعب وحرف عادية علشان اكسب حقي، حق الفاني. لكن مراسك في ربنا دوست عليه، جيدي لك مراس ملكوت السماوات سألت فيه، قلت له اديني حقك مكاني. فكرت في يوم من الايام مكانك هيكون فين؟ فوق. ما قال انا ذاهب اعد لكم مكان، قل له حكون جنب القديس ان هو فيهم، وحتكون درجة قرب منك قد ايه، هشبع بيك قد ايه، مكان اللي في السماء هتكون حلاوته قد ايه. صدقوني انا متأكد ان ربما الغالبية العظمى ما فكروا في هذا الموضوع، الابدية ما فكروش فيها ولا جت في ذهنهم، بيت اللي فوق. لكن ممكن يكون جه ذهنه في محل مترين في مترين هنا تحت علشان يجيب منه لقمة عيش ياكل منها اكل الحياة الثانية. طب ليه؟ ترجع، ترجع لربنا، حدثه بما فعلت، دور على ابديتك، دور على الباقي، دور على الفاضل، دور على هيستمر معاك، دور على الكتوة بتاعتك، الكتوة اللي هتلبسها احسن تطلع من الجسد تلاقي نفسك عريان ومش متغطي بدم المسيح، دور على الفداء اللي تقدم من اجلك، الخلاص اللي تقدم من اجل حياتك، دور على كل ده. تقول لي انا ان رحت وخبرت ربنا بكل ما فعلت هوصل لليأس. ليه حبيبي؟ قال لي لان انا ما عملتش حاجة كويسة، حتى لو وصلت لليأس هو مش هيوصلك. ليه؟ لان الاية اللي بعديها بتطمنك. الاية اللي بعديها تقول ايه؟ ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا فايه؟ فاخذهم، مش فطردهم، فرفضهم، خبروا بما فعلوا اخذهم، يعني تعالوا ضمهم لحضانه. بابا انا جاي لك زعلان ومكسوف، ان مرات انا مكسوف اقول لك يا بابا، انا جاي اقول لك يا سيدي، يا ريت جاي خليني زي واحد من الخدمين الصغيرين، انا مليش حق فيك، مراتي ضيعت وبهدلت، حتى هدوم اتقطعت، شكل بقى شكل شحاتين، تقدرني خدام عندك؟ نسي كل حاجة، ضم الاحضانه وقال ابن هذا كان ميت فعاش وكان ضال فوجد، والمرات اللي ضيعه مش من حقه. انا غني، مش مهم اللي ضاع، وكنت شوهت صورتي اللي فيك، مش مهم، انا فنان، انا طبيب، انا اقدر اجدد الصورة على قدر امكانياتي، انا اقدر اغيرك واصلحك، يقول الرب ما تخافش اخدهم. ما قالوش اسمع يا ولد انت عايز تأديب،
وضيعت الممتلكات يبقى لازم تتركن على جنب لغاية ما تاخد ادب وتعرف انت فين، وبعدين لما تتأدب وتتذل ابقى رجعك. لا، خدك في حضنه. حتى اخوه البشري لما قعد يقلب عليه المواجع وقال له ابنك هذا الذي ضيع معيشته مع الزواني، وقف ضد اخوه قال له اسكت، النهارده نفرح لان ابني كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. يا لمحبة ربنا الحنينة، اخذهم حدثوه بما فعلوا فاخذهم وانصرف الى مدينة تسمى بيت صيدا في موضع خلاء. ربنا خد التلاميذ عشان يختلي بيهم فين؟ في بيت صيدا. ده كلام بقى يا رب، لما تحب تختلي بواحد تختلي بيه في اورشليم، صح ولا لا؟ تختلي بيه في الهيكل، تختلي بيه فوق جبل المريا لما قدم ابراهيم اسحاق، تختلي بيه فوق جبل التجلي، تختلي بيه فوق جبل الجلجثة اللي اتطلبت فيه، تختلي بيه فوق جبل الكرمل اللي نزلت نار واكلت الذبيحة في عهد ايليا. لكن تروح تختلي بيهم فين؟ في بيت صيدا. اشمعنى اخترت بيت صيدا؟ قال لك اصل بيت الصيدا دي رمز للعنة. ثلاث بلاد ربنا لعنها، ويل لك يا كورازين، ويل لك يا بيت صيدا، وانت يا كفر نحوم. ثلاث بلاد ربنا غضبان عليهم، نزل عليهم اللعنة. فبلاد اللعنة يختلي فيها الرب بأولاده. دي مش تطمنك؟ العالم ده موضوع في ايه؟ في الشرير. ممكن يختلي بيك ربنا في العالم الشرير، وحيختلي بيك. وقالها لست اسأل ان تأخذهم من العالم بل ان تحفظهم من ايه؟ من الشرير. تعال يا فلان اختلي بالرب. اختلي بالرب يا ابونا، ده انت ما تعرفش، ده احنا بيتنا جهنم، ده احنا بناكل في بعض زي الوحوش، ده الشغل اللي انا فيه نار. طب وايه اللي عايزه؟ لما تتصلح الظروف وتهدى الحالة، لما تتصلح الظروف وتهدى الحالة ابقى اختلي بربنا. طب عمر الظروف ما تصلحت لا مع اللي قبليك ولا هتتصلح معاك ولا هتتصلح مع اللي بعديك، والدنيا هتفضل للنهاية من سيء لأسوأ. والكتاب بيطمنك وبيقولك حتى لما يجي المسيح لا يأتي المسيح الا بعد ان يأتي ايه؟ الارتداد اولا. مفيش حاجة اسمها ظروف. انا لا اؤمن بشيء اسمه الظروف. كله بقى معقول الظروف ما تؤثرش في الانسان ما دام اختلف بالرب؟ ما فيش ظروف. يونان اختلى بالرب في بطن الحوت. ان كان بيتكم ضيق زي بطن الحوت تختلي بالرب زي يونان. ان كانت حياتك ومشاكلك نار زي اتون النار، التلفت يا رأوا الرب في اتون النار. تقولي بس الحياة الهادية تقرب الانسان لربنا. مين قال؟ طب في احسن من الجنة؟ حد يقدر يقول لي في بيت احسن من جنة عدن اللي كان فيها ادم؟ كانت جنة عدن منتهى الهدوء، وتقابل ادم مع الشيطان وسقط في الخطية في جنة عدن. افضل تتقابل مع الشيطان في الجنة ولا تتقابل مع المسيح في الاتون النار مع الثلاث فتيان؟ ان هي الافضل يبقى في حاجة اسمها ظروف. منتظر لما ظروف، لما المشكلة الفلانية تتحل ابقى اجل الرب واسلمه حياتي. كان زي الراجل اللي قال له روح ادفن الميت بتاعي. ميت ايه؟ ده ميت هيجيب ميت، والدنيا كلها اموات في اموات ومش هترجع. دي الفرصة مقدمة لك دلوقتي، تعال له سلم له حياتك تتغير. مش هتاخد صدقني من الدنيا دي حاجة، ولا حاجة، ولا حاجة هتمتلكها، وكل ممتلكاتك يمكن يتخانقوا عليها قبل ما يخرجوك.
صدقني وانت شفت بعينيك، انت شفت بعينيك حالات كثيرة بالشكل ده وانا متأكد. اخذهم الى موضع خلاء فين؟ في بيت طيبة. يبقى نمرة واحد عشان نبقى متأكدين، نمرة واحد رجوع الى الله، نمرة اثنين الله يأخذ بيدنا، نمرة ثلاثة لا تؤثر الظروف. طب ليه ربنا اخذهم؟ اصل ربنا مش عايزهم يفضلوا في المشاكل عشان ما ينشغلوش بالمشاكل، عايزهم ينشغلوا بيه. هم انسى مشاكلك وانشغل بربنا، انسى التشويش وانشغل بربنا. اصل الشيطان يشوفك دخلت خلوة تختلي بالرب يحط لك مشاكلك بينك وبين الرب. لا، قل انا عايز اتمتع بيك، انا عايز اشفع بيك يا رب. مشاكل ايه وهموم ايه؟ ده كله في وجودك يهون وكله هيكون كلا شيء. هتغير لي الظروف، هتغير لي الاحوال، هتخرج لي من الاكل اكلا وهتعطيني من الجاف حلاوة. ده عملك انت يا رب في حياتي. الناس اللي تبعوه تبعية، ليه حتى كده الناس اللي تبعوه؟ لانك انت لما هتدخل الخلوة هتجد شبع، هتمتلئ بالرب، هتخرج من خلوتك تجد تباع لله اللي فيك. لو ما فيش تباع لله اللي فيك يبقى انت لسه ما دخلتش خلوتك كويس. طبيعي كده، حتة حديد ما فيهاش مغناطيس، مغناطيس تباع، تقدر تشد حديد؟ تقدر تقول عليها دي مغناطيس؟ انت تعرفها مغناطيس لما تشد الحديد. انت يبقى فيك ربنا لما تشد الناس لربنا. تقول لي لما اقعد اتأسس شوية في الخدمة، مش موضوع تأسيس. المرأة السامرية دخلت في لحظة واحدة وهي امام المسيح، جابت له الناس كلها وقالت له، قالت لهم تعالوا انظروا انسان قال لي كل ما فعل. خرجت له المدينة كلها. عشان كده عروس النشيد بتقول اجذبني، ده بالمفرد، وراءت فايه؟ فنجري، مش فاجري. اجذبني مفرد، فنجري ايه؟ في الجمع، يعني شدني انا هجيب معاي، شدني انا هجيب معاي. دي نقطة مهمة، دي نقطة مهمة. الجموع التباع اللي دخلوا ابتدى يكلمهم عن نقطتين في الخلوة. ربنا هيتعامل معاك على شقين، يقول لك الشق الاولاني خاص بروحك والشق الثاني خاص بايه؟ بجسدك، لانك انت بتتكون من روح وجسد. فيجي بالنسبة للروح يقول لك ايه؟ كلمهم عن ملكوت الله. ده بالنسبة لمين؟ للروح. طب وبالنسبة للجسد؟ والمحتاجون الى الشفاء شفاهم. ملكوت الله للروح وشفاء لايه؟ للجسد. الروح مرتبط بالجسد، الله يملك روحك، الجسد يشفى. الله يخرج من روحك، الجسد يعتل ويمرض. دي طبيعة، دي طبيعة، طبيعة. على رأي احد الاباء القديسين قال كلمة عجيبة، قال لك اذا مرض الجسد، اسف مش احد القديسين ده في سفر الامثال، قال لك ان مرض الجسد اذا مرض جسدك تحتمل الروح، واذا مرضت روحك فمن يحتملها؟ امراض جسدك يحتملها، تحتملها روحك. طب وامراض روحك مين اللي يحتملها؟ الجسد ما يقدرش لان هو سبب الامراض. اشبع بملكوت الله، اشبع بان ربنا امتلك قلبك، اشبع بان الرب اعد لك مكان، اشبع بان الرب هيئ ليك. خلاص هتبص تلاقي ايه؟ خلاص بقى لك ميراث سماوي، بقى لك حياة ابدية. انا بصح واحد زعلان لانه هضموه في الدرجة بتاعته، واحد زعلان علشان نقص مش عارف ايه، واحد زعلان عشان اخوه كل عليه ايه. طب وليه؟
ازعل ليه وانا ليا مراد في ربنا بيقول حيث اكون انا تكونون انتم. دي كفايه علي، كفايه علي ان بيقول حيث اكون انا تكونون ايه؟ تكونون انتم. يبقى اذا انا ما خافش ما اضطربش. في مشكله حصلت من ال 12 تلميذ بتحصل معانا في وسط خلوتنا، بتحصل مشكله. ايه هي المشكله؟ العقل البشري يتدخل. يعني الله يشفي الروح ويشفي الجسد لكن العقل البشري بيتدخل. ايه هو العقل البشري؟ ولما بدأ النهار يمين قال له الاثنى عشر اصرف الجموع الى القرى والضياع التي حولنا ليجدوا طعاما لاننا هاهنا في موضع قصر. يا خسارة التلاميذ اللي مفروض يقدموا المسيح للناس خبز الحياة بيقول للمسيح اصرف الجموع. اصرفهم ليه؟ قالوا احنا هنا في موضع قصر. بقى معقول موضع يكون فيه ربنا ويبقى موضع قصر؟ معقول؟ معقول الحتة اللي فيها ربنا ومعقول المسجد السبعي ده اللي تقوله اصرف الجموع؟ ده انا هو الخبز الحي نازل من السماء. نسيت الكلام ده؟ اصرف الجموع. انتوا يا ناس ياللي مفروض عليكم تجيبوا ناس للمسيح بتطفش الناس بعيد عن المسيح. اصرف الجموع. عجيبة. فاكر زمان رحنا قرية من القرى عشان نخدم مدارس احد، وبعدين لفتنا على البلد القرية كلها وجمعنا العيال ودخلنا وابتدينا الوعظ، وبعدين لقينا الاب الكنيسة جه وقال لنا يلا كلكم بر. ليه؟ انتوا جايبين لي العيال عشان يكسروا الدكك مفيش اجتماعات ولا دراسة. يا ربي احيانا كتيرة احنا يا مؤمنين بنصرف الجموع بعيد عن ربنا، مش احنا قدام بس، المؤمنين اصرف الجموع. ما طبعا ايه اللي بيخلي الناس تنصرف عن ربنا؟ اولاد ربنا. اسم الله يجدف عليه بالتبسط. ولما تلاقي فلان ده بتاع اجتماعات ولا بتاع كنيسة والنهار كله يصلي ويعترف وتتعامل معاه ياكلك ويبقى ذمته واسعة، هتيجي ربنا هتقول له ايه؟ ما انتوا بتوع ربنا بياكلوا الناس، اروح لربنا اعمل ايه؟ وربنا بريء من كل دول. اصرف الجموع. انت تقول اصرف الجموع وتقول على المكان اللي فيه خالق الكل هنا موضع قصر. اوعى تقول، اوعى تقول جماعتنا خربت، الجمعية بتاعتنا بقت موضع قصر وخربت. اوعى تقول الكنيسة خربت، ابدا هتفضل عمرانة طالما هو في وسطها فلن تتزعزع ابدا، وابواب الجحيم لن تقوى عليها. ما تقولش انت اصرف الجموع لاننا ها هنا في موضع قصر. لحق بطرس الرسول بعد الدرس ده لما جه يقول للتلاميذ اذا اردتم انتم ان تمضوا فامضوا، فرد عليه بطرس قال له الى من نمضي وكلام الحياه الابديه عندك. جابها منين بطرس؟ من الموضوع بتاع انت في موضع قصر. السيد المسيح رد عليهم برد ما يقدرش يعرف غير الانسان ابو ابن حساسة. عارف قال له ايه السيد المسيح؟ اعطوهم انتم ليأكلوا. عارف لو ظهر الاصحاح اللي قبلها تلاقي ان السيد التلاميذ لما السيد المسيح لما بعت التلاميذ للخدمة قال لهم وصية لا تحملوا كيل ولا مزود ولا اكل ولا فلوس ولا عصب ولا زاد للطريق. طب ما انت يا رب قلت لنا ما تشيلوش حاجه، ما
زي ما تقول انا اعطيهم انتم ياكلوا منين يا حضره؟ نديهم منين؟ ما كنت قلت لنا من قبل كده كنا جهزنا وعملنا استعدادنا. لا ده كان ليه رأي كلمة اعطيهم انتم ياكلوا يعني بدل ما تقدموني ليهم مش بعضية عايزين تضربوهم بعد عني وتقدموهم للقرى والضياع. عارفين كلمة ضياع جت منها كلمة ضيعة وضياع وضيعة يعني حتة بلد صغيرة مش باينة. لما يقول حاجة الكلامية ضاعت وضاعت يعني ايه؟ يعني فقدت يعني قرية صغيرة اقل من القرية. الضياع اللي هي بنسميها احنا عزة اقل من قرية فبيسموها ضياع يعني بلد ضيعة كده مش باينة ضيعة من على الخريطة. اتركهم الى القرى والضياع ليجدوا ما يأكلوا. ابن بدل ما تقدموني فاعطوهم انتم قدموني انا خبز الحياة للكل. قدم المسيح حبيبي قدم المسيح في شغلك قدم المسيح في بيتك يا ستي قدميه قدم المسيح لجوزك ولاولادك ولقرايبك ولمسايبك قدميه. كل ما تقدم المسيح هتجد المسيح غير الكل حتى لو جوزك وحش وشرير وشراني. قدميني المسيح في تصرفاتك في محبتك في عطائك اللي ما بينتظرش هتلاقيه يتغير وتلاقي الشيطان اللي مات وضاع لان لا شركة للظلمة مع النور وهتلاقيه بقى ابن النعمة بعد ما كان ابن بلعان. قدم المسيح انت قدم في عملك هتلاقي رؤسائك رضي عنك واللي بيعكسوك ارضوك والكل خضع لك لان اذا اربط الرب طرق انسان جعل حتى اعدائه يتكلمون. قدم المسيح اعطوهم انتم ليأكلوا. بتيجي تتكلم عن غير المؤمنين بتيجي تتكلم عن غير المسيحيين وتقول دول صفاتهم ونعاتهم وتصرفهم ايه انت ايه اللي قدمت ليهم من شبع في تصرفاتك؟ ما انت كنت في عملك زيك زيهم واصعب. هل قدمت الامانه؟ هل قدمت المحبه؟ هل الناس اتعاملوا معاك شافوا فيك نوعيه سماويه؟ صدقوني لو كنا كلنا كده كانت صارت الارض كلها للرب ومسيحه. احنا اللي بنعين. مره واحد قدم لي كتاب قريته باسم الكهرب. الكتاب ده اسمه العظماء نعم من سيد المسيح دي مش عارف نمره 3 او 4 حاجه زي كده او 5 حاجه زي كده مش فاكر. ضايقت جدا ازاي الراجل الكاتب المسيح المؤمن ده يقول ان العظماء 100 والمسيح مش نمره 1 فيهم. ليه الكتاب ده بيقول انت زعلان من الراجل ده؟ طب المسيح من ده كان جوه حياتك مزاجك نمره 1 ولادك من جدين مرادك من جدلات شبيعتك من ربعة المسيح شغلك من خمسة المسيح من ستة ولا سبعة في حياتك وفيه ناس المسيح من 10 وفيه ناس المسيح عرف وقت الزنقة يطلوه بعد كده يقولوا اركن على جنب زي تسمية المسيح زي طاولة عندك طاولة في البيت بتبقى حاططها على الدولاب في وقت فراغ بتيجي تلعب لك 10 طاولة مع صاحبك مفيش وقت فراغ مرجونة بالاسبوع ما المسيح كده في وقت فراغ تقرا الانجيل مفيش ما تقراش في وقت فراغ تصلي مفيش تقعد بالاتباع ما تصليش. زعلان من المسيح يا ارميا بيقول لي كده زعلان ان عملوا له نمرة 3 ولا 4 طب خليه انت نمرة 1 في حياتك هي الكتب دي ما ده كلام هينحرق ويترمي لكن فيك انت مش كلام في حياتك انت مش كلام اعطيهم اعطوا البشرية انتوا اللي قاعدين معاه دلوقتي مسؤولين ان يعطي يقول له ليس لي يقول له انت اشتغل فيا انا هاخدك انت عطاء انا نقل حتة مركبة يا رب اشيلك جوايا وهروح بيك في كل حتة لما هدخل شغلي يبقى المسيح دخل وانا الحامل للمركبة لما هدخل في بيتي يبقى المسيح دخل لما هدخل في اي مكان يبقى المسيح يبقى دخل اعطيهم انتم انتم ايه
انت معاكم ايه؟ قالوا كل اللي معانا خمس خبزات وسمكتين. كويس هاتوهم. هم الخمس خبزات الخمس حواس مداخل المعرفة عندك خمسة: النظر الخبزة، السمع التانية، الشم التالتة، السمع التذوق. خمس: نظر، سمع، شم، لمس، تذوق. دول خمس خبزات ايه؟ المعرفة. طب السمكتين روحك وجسدك. يبقى انت روحك بجسدك دول خمس خبزات يعني مداخل المعرفة قدمهم للمسيح. شوف يعمل فيهم ايه؟ يشد ايديهم الناس كلها. من عينيك الناس هتشبع، من عينيك الناس هتشعر بسلام. ينطبق القول اللي اتقال عن رعوف المؤابية، قال لي عليكم ناظرة مبارك، اللي بتصنك يبقى مبارك. زمان الوثنيين لما كان واحد يشوف واحد في مصر هنا يشوف واحد وثني قاضي يقول له انت قابلت واحد مسيحي النهارده، يقول لي ليه؟ انت شايفك قاضي ليه؟ مش شايف المسيح. عندنا خمس خبزات وسمكتين، كل واحد معانا هنا معاه الخمس خبزات والسمكتين، تقدر تقدمهم لربنا؟ قدمهم له بخلق. اول خطوه يعملها يقول لك رفع نظره الى السماء، بص معاه للسماء. ان كنتم مولودين من فوق، ان كنتم ترج المسيح الجالس عن يمين العظمه، اطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس. بلاش تبص لتحت، اسف، بلاش النظره الخنازيري، لان الخنزير هو اللي يبص تحت، وكان محرم على اليهود علشان يبص تحت. بلاش النظرة دي، بلاش النظرة دي، خلي نظرتك فوق. ابونا في الوزاس يقول لكم اين هي قلوبكم، اين هي عقولكم، اين هي افكاركم؟ فوق ولا تحت؟ يبقى النور كله تشتغل تحت، وانت نايم على السرير تفكر في تحت، وانت نحسان تحلم بتحت، وبعد ما تموت هتنجسم تحت وتبقى تحت. بص فوق، رفع نظري الى فوق. يبارك، اذا بارك الله علامة البركة في الكسر، يبقى بارك وكسر. اشمعنى في الصعيد الناس يقولوا لابونا تعالى اكثر البركة عندنا يا ابونا؟ كنت انا قاعد اضحك، فاشمعنى هو ربنا هيكسر يكسر البركة على الصح؟ عشان يبارك يكسر، عشان يبارك يكسر. يعقوب ابو الاباء لما مسك في ربنا وقال له لا اتركك الا ان تباركني، كسر له فرده ومشى يخنع. طب ليه بس يا رب اتكسر؟ قال له لان الروح المنكسر لا يرزقه الله. اصل عشان يباركك يكسرك. طب وليه يكسرك؟ عشان مية الروح القدس توصلك. الروح القدس بيسموه سكيب الروح، الروح القدس بيشبهه بالميه، يقول لك من يؤمن به تجري من بطنه انهار ماء حي. وقد قال هذا عن ايه؟ عن الروح القدس. يبقى الروح القدس بيشبهه بايه؟ بالميه، والميه عمرها ما تطلع في الارض ايه؟ في العالي. تبص تلاقي الفلاح وهو بيسقي الارض ماسك الفاس على كتفه وماشي قدام الميه، يلاقي حته ما تطلعش الميه يرفع الفاس ويكسر قلبها تسمر الميه على طول. انكسر امام الله عشان ربنا يباركك. انكسر، بس حذاري ان تنكسر امام الشيطان. احنا بنعمل العكس، بننكسر امام الشيطان وما بننكسرش امام الله. ازاي؟ لانك لو بتنكسر من الله امام الله يعني محتاج له، هو اللي بيتكسر من هو الشحات العالي اللي بيطلب، اللي بيقول انا مش قادر. فوق كونك انك انت مش بتطلب من ربنا ومش عايز، يبقى معناها انك لسه حاطط مناخيرك في السماء، وتيجي قدام الشيطان تنكسر تقول عند الشيطان شاطر انا مش قادر. لا، امام الشيطان قول له استطيع كل شيء
المسيح يسوع الذي يقويني. لكن امام ربنا اقول له يا رب انا عبد بطال ومزدرع ومفيش حاجه، وما كنتش انت معنا هيتدلعونا ونحن احياء. يكبر هنا دلوقتي احبائي، ده للنقطه الاساسيه المطلوبه في حياتنا، ان احنا نقدم بان نرفع نظرنا مع نظره، نستسلم وننكسر امامه، يبتدي بقى يقدم. بس قبل ما اقدم الكلمه، الصفوهم فرقا 50-50. طب اشمعنى 50-50؟ هقولكم ليه. لما تقرا الاصحاح التاسع، لما تروح البيت اللي بيعرف يقرا يا ريت يقرا الاصحاح التاسع لغايه ايه؟ لغايه الاخر. تلاقي بعد كده السيد المسيح ارسل يوحنا ويعقوب، بعتهم لمدينه السامره وقال لهم تقدموني علشان انا رايح ازور السامره. فراحوا يقولوا لهم ان المسيح يسوع جاي يزوركم، قفلوا البيبان في وشهم، رجعوا متغاظين. قالوا له يا رب احنا عايزينك تعمل زي مين؟ زي ايليا، تنزل نار من السماء وتحرق المدينه. طب ايه اللي عمل ايليا؟ ايليا كان واحد، فاخذ سمع ان ايليا موجود في الجبل، فبعت له 50 واحد على راسهم اثنين قائد. يعني اللي راحوا كان واحد، واحد وخمسين، واحد وخمسين، 50 وقائد 50. راح قال له يا رجل الله الملك بيقول لك انزل. فبص له وقال له ايليا ان كنت رجل الله تنزل نار من السماء تاكلك انت والخمسين اللي معاك. فنزلت نار من السماء كانت الايلاني هو والخمسين اللي معاه. راح بعت له 50 تانيين، قال له يا رجل الله انزل انت والخمسين. قال له ان كنت رجل الله تنزل نار من السماء وتاكلكم. يبقى كم 50 حرقهم بالنار ايليا؟ 50. فلما يجي السيد المسيح يقول صفوهم 50-50، يعني عايز يقول انا مش من طبيعه ايليا، اذا كانوا 50 اللي حرقهم ايليا انا اشبههم. وانتما تعلمان من اي روح انتما، ابن الانسان لم ياتي ليهلك بل ايه؟ ليخلص. ودي تصد نقطه، لان المسيح لما تقوم 50-50 يقول لك ادى التلاميذ، والتلاميذ ادى ايه؟ الشعب. يبقى لما واحد من التلاميذ يدي الشعب يبقى اللي هيدي كام واحد؟ يدي ال50، يبقى هو رئيس ايه؟ ال50. فاذا كنت انت يا حنا ويعقوب عايزين تحرق المدينه، طب ما انتوا تستاهلوا الحرق معاك. من المدينه تبقى 50، انت عايز تحرق الناس؟ طب ما الجميع زغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. يبقى هنا لما السيد المسيح يوصف فيهم 50-50 ويصلي ويدي التلاميذ، والتلاميذ يدي ايه؟ يدي الشعب. انا متولى في ناس من دلوقتي موجوده معانا كانت قالت لا انا عايز اخد من ايد ربنا مباشر، مش عايز اوديك بيني وبين ربنا. الندمة الجديدة بنبض مش من مرتبة، تعالى انت تخلى بنا وسيط بنك وزبطنا رباتيش وسيط دايما الله والناس إلا الإنسان يدعى المسيح صح، ده الوسيط الكبرى. بعد كده ما فيش وسيط، ليه؟ لأنه ما تطلع اعتراف في بس مش كنت الاعتراف هي دي الشغلات. فده رأيك اللي بيوعظك ده مش وسيط، ما بلاش يوعظ ويبقى ربنا ينزل يوعظ من على المنبر، واللي بيعلمك ترنيمه بلاش يعلمك، واللي بيكرز بلاش يكرز، لان اي واحد هيكلمك عن المسيح يعتبر وسيط. ويقول لك الرسول تكلم عن هؤلاء الوسطاء وقال على انفسهم نسعى كسفراء عن المسيح، كان المسيح يعظ بنا نقول للناس تصالحوا مع ايه؟ تصالحوا مع الله. يبقى اعطى التلاميذ اعطى الجامعه، ليه؟ لان المسيحيه بيقول لانه جعل الابوه مثل ايه؟ الخراب. اشمعنى الخراب؟ لو انت رحت شفت قطيع غنم تلاقي الغنم كل غنم حاطه دقنها على ظهر اللي قدامها،
وبطل كده ماشية دي ورا دي ورا دي ورا دي ورا دي. الغنمية الاولانية ورا الراعي والتانية ورا التانية والتانية ورا التانية. يبقى تمثلوا دي كما انا بيه بالمسيح. هي هو كده المسيحية بتاعتنا. مسيحية لماذا؟ مش حكاية مسيحية بالضبط. مسيحية لماذا؟ ده حتى الملاك ما يقدرش يبقى وطيب. ليه؟ لان الملاك ما جربش حياتك. عارفين كرنيليوس الملاك نزل قال له ايه؟ قال له اسمع كرنيليوس صلواتك وتلباتك اتقبلت. تمام كمل اعمل ايه؟ ما قدرش يسمي بشر بالمسيح. قال له انا اللي اعرفه اسمه لك. طب امال ايه؟ قال له ابعت هات واحد اسمه صفا اللي هو بطرس يقول لك كلام به تخلص. طب ما تقوله انت يا ملاك اصل انا ما اخطيتش عشان انال الخلاص عشان اكلمك على الخلاص. اللي يكلمك على الخلاص لازم يكون انسان اخطا ويجرب الخلاص زيك. انا قلت لك الرساله بتاعتي صلاتك اتقبلت لكن خلاصك ما يجيش مني كملاك لا ملاك ولا رئيس ملائكه. ابعت بطرس يكلمك كلام به تحيا. وهكذا بعت جاب بطرس وبطرس راح وقالوا يقولوا لجأت رسالة بطرس الإنسان المخطئ اللي جاب بالخلاص بينادي الناس بالخلاص. يبقى ده سفير شبع يبلس على الناس لخلاص أنفسها وعلى قدر خطايا الإنسان الكتيرة يقدر يبشر ويجيب نفس الله. وكل ما الإنسان كان أجرم كل ما نحن تشتغل فيه أكثر وبيرسي مضاعفات الآخرين. حتى ربنا جاءت وقتنا مجربا فهو قادر أن يعين المجربين. شوف يا حبيبي تقدم حواسك الخمسة خمس خبزات تقدم التمكين جسدك وروحك. المسيح مبارك تنكسر أمامه يبشر بيك تشبع الناس ويفضل لك 12 فضيلة. الفضيلة 12 في الكتاب المقدس في مرة روح القدس 12 يفضل لك 12 فضيلة تتحلى بيهم وتتلشح بيهم وتخرج من خلالك وانت شبعان برب يسوع. الله قادر ان يبارك حياتنا ينمينا في النعمة يشبعنا بشخص المبارك يعمل فيكم وبكم له كل مجد وكرامة من الان والى الابد.